قانون، ليش ما تسمح لهم بفتح أشياء بسيطة تحت القانون مما يسعهم، لأنه بالتالي هذا مرفق سياحي مسيطر عليه مراقب ويدر أموال للدولة العراقية. والله أنا أولا أتفق مع الأستاذ المحترم أستاذ خالد في أنه إن نحتاج حقيقة إلى قانون. يعني إحنا القوانين اللي عندنا أغلبيتها قوانين قديمة. أستاذة يعني أنت الآن عندك وافدين إلى البلد بأعداد كبيرة، صح. هاي أولا، وثانيا احنا عندنا جرائم بدأت يعني تأخذ الصدى الكبير مثل المخدرات، جارب البشر، جارب الأعضاء البشرية، حتى القمار، تسول، تسول جريمة خطرة، لأنه التسول يغلف، يعني جارب البشر يغلف بالتسول الأستاذ. نعم. فأني برأيي هاي اللي تحدث عنها الأستاذ خالد هو أدرى من عندنا، يعني هو الموضوع موضوع. نعم. هو متابع أكثر من عندنا، يعني برأيي يحتاج إلى قانون ينظم هاي المسألة بتفاصيلها بدقة، ويفرز، يعني يفرز، هو تحدث الأستاذ عن توجد مخالفات، ربما عدم دفع الضريبة، مخالفات بسيطة، قسم مخالفات كبيرة، هاي أستاذة يجب أنه يعني يكون هناك تمييز فيها. لا. في هذا القانون اللي يشرع، لأنه المواد اللي تطبق على مثل هكذا حالات هي مواد مبعثرة في قوانين مختلفة.